أنا اسمي طارق عبد النعيم وبربي تمساح، دخلي من السياحة، وفي نفس الوقت حاليا دلوقتي صايمين فصل بيات الشتوي، ده معروف عند الحيوانات بيكون صايم، بيتغذى عن طريق الديل، ديله كله دهون، وعاوزين الحب والحنان مننا. فرضنا ممكن واحد جاي متضايق من التمساح عاوز يضربه، التمساح بيحس. بتعرف مين؟ لازم يعمل له صوت للشخص. التمساح بيعمل صوت؟ ان هو خلاص يعني جايب اخو، ممكن ينط عليه وممكن يهد المكان علشان الشخص ده لما بيحس بالغدر. ده جاي عاوز يغدر فيه، انما لو عملته كويس هيعمل كويس طبعا. في موقف معين قبل كده حصل تفتكروا ايه؟ يعني اكتر موقف حصل معاك التمساح عمل فيه كده وانت بتنساوش؟ ممكن بيعضني يعني، بس عدى مش بيأذيني يعني، وبدون طاويرة جامدة، بس هو بيعضني بيحسسني انه هو زعلان من حاجة، ان واحد مثلا جاء ضربه بدل ما يتفرج عليه من بعيد بيضربه. امتى بتعرف ان هو عاوز ياكل او يشرب؟ لا بعد الثلاث شهور ده بقى بيبتدي ياكل، بس بياكل على حسب بقى برضو المعدة، يعني ما بياكلش على طول. بياكل كل قد ايه؟ لا هما بياكلوا كل يوم، بس انا مثلا هو المعاج الصبح بديهم لكل واحد ثلاثة ثلاثة او بالعدد واحد واحد، بحيث ان علشان تديلهم اكل ايه؟ سمك، ما تدلوش اي حاجة. اي نوع سمك؟ سمك نيلي، هو علشان في النيل. طب هو دلوقتي نايم؟ لا صح، شايف أسامة هو كده سمعنا دلوقتي؟